ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل رسالته عامة لجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، والذي أمره أن يدعو الناس إلى سبيله، وأخبر أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة. فقال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال، وبصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والفضيلة، أيها الإخوة الأعزاء جميعا، يسرني أن أحييكم بتحية الإسلام وأن أرحب بكم أجمل الترحيب، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول للسادة العلماء الأجلاء: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني الصومال، وبين إخوانكم في مدينة مقديشو وفي رحاب مقر بلدية مقديشو. ضيوفنا الكرام، الجمع الكريم بمختلف مقاماتكم السامية والرفيعة، نرحب بكم وأنتم تشاركون في هذه اللحظات الطيبة لنشهد سويا فعاليات اختتام مؤتمر التصوف العالم السابع المنعقد في مقديشو من خلال هذه المأدبة، مأدبة العشاء التي يرعاها محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد عبد الرحمن عمر عثمان يريسو، على شرف السادة العلماء الأجلاء ضيوف البلاد، ضيوف مؤتمر التصوف العالمي السابع الذي استضافته جامعة الإمام الشافعي على مدى اليومين الماضيين، بمشاركة نخبة وكوكبة من العلماء من مختلف دول العالم. خير مستهل لهذا الحفل آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد مصطفى معلم نور، خريج جامعة الإمام الشافعي كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، فليتفضل مجزيا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هم يوم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كان هذا
كبنادر عاوة وحلقو سمينا يا حفلد عشا شرف والله سمينا ايو علمو مرتي كوي مرتي او جوغا مغالا دا مقدشو كان قيب قيلا ايا شركة تصوف كا او اي قابان قابين ايسو اما اي قابان ايسو مؤسسة دا معلم جامعة دا الامام الشافعي سؤالو هذا waxaan caawo in ku soo dhaweynaynaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan ku soo dhaweynaynaa xarunta gobolka Banaadir oo caawa aad joogtaan ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad martida nooc kasta ay joogaan culimada caawa meesha waxa joog jiray dad kale ayaa marti qaadiyada ima jiray caawa waxa farxad gooni iyo munaasabad gooni noo ah in waxa waaye culimadii suufiyada caawa inay fadhiyaan gobolka Banaadirna waxa way dhexdeeda ay ku xadreeyaan waa caawa farxaday noo tahay ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u istaagay inaan xafladda furano xafladdu way noo furan tahay inta culimada iyo qof kasta maqaamka uu ku joogo ku soo dhawaada gobolka Banaadir ku soo dhawaada xarunta gobolka Banaadir ku soo dhawaada caasimadda Muqdisho gobolka Banaadir ku soo dhawaada waana noo furan tahay xafladdu intaa wixii ka dambeeya waana maasintiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهجاج أدبو ما سيها كاسي وحوها قدومي كحجانك جوال كبنادر أرمها حولها جود مظنة آذن شيخ علي فيذو كريم كجمع نقينا إن بدن مرتدى مركا وكسر دويي سيدان هريو شيخ به دمان مظنة يالي مروين مقام والبه وهذا كان كفر دان أدبان إذن سر دويين الناه وأنا ذين كجمع نقينا إن بدن وحا مهد مظن قدوميها جوال كبنادر أو يسقو سمية عشدا شرفته مركا وقتل جلي علماء العلماء الأجلاء أو يجو مركا ككل يميد دافها دون ذا يجو مركا ويميد هل كان إني كقب جلان شركة أما مؤتمر التصوف العالمي السابع كاسو أي مركا لبدي مال موضي لصورة في مرتقلي سي جامعة إمام الشافعي السادة الحضور العلماء الأجلاء الإخوة الأعزاء إن مؤتمر التصوف العالمي الذي أقامته جامعة الإمام الشافعي بلا شك هو مؤتمر عظيم قد دعت الحاجة بل الضرورة إلى عقده وإن جامعة الإمام الشافعي
لمشكورة كثيرا على تبني هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها بالإعداد له ودعوتها نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من أكثر من 11 دولة لحضور وتبادل الرأي في شؤون الدعوة والدعاة وتذليل الصعوبات والعقوبات التي تعترض سبيلها وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة وكل ما يتعلق بشؤون الدعوة وأحوال المسلمين. مرحبا بكم جميعا في حفلة عشاء الشرف برعاية محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد عبد الرحمن عمر عثمان، وهذه المناسبة للسادة العلماء ضيوف مؤتمر التصوف العالمي السابع الذي استضافته جامعة الإمام الشافعي، فمرحبا بكم جميعا. والآن أدعو فرقة مجمع معاهد معلم نور وهم يقرؤون متن التحفة الجزرية وعقيدة العوام، فليتفضلوا مشكورين. يقول رادي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تل محمد وآله ومن تل. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميت بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو بي أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبين، أربع أحكام فخذ تبين. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف، همز فاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء، مملتان ثم غين خاء. والثاني
إدغام بستة أتت فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغر بينمو علم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فل تدغم كدنيا ثم سوان تل والثاني إدغام بغير غن في اللام والراء ثم كريرا في اللام والراء ثم كريرا والثالث الإغلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضيل من الحروف واجب للفضيل من يقول رديعا ورب سميعي محمد بن الجزري شفيعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إنها في مقدمة فيما على قارئ أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل شروعها ولن أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بها صحيح اللقات محرر التجويد ذو المواقف وما الذي رسل ما في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وطايون سلام تكون تتق بها أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله قديم الأول الأخير الباقي بلا تحول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي الخير من قد وحد وآله صحبه ومن تبع سبيل دين الحلق غير مبتد سبيل دين الحلق غير مبتد وبعد فعلاً بوجوب المعرف من واجب لله عشري نصيف فالله موجود قديم باق مخالف للخلق بالإطلاق مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظر له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استم وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعلي ترك لكل ممكن كفعلي أرسل أنبياء بسم الله الرحمن الرحيم سجا وعير سجا وحبال ذلك ويدين يا قرآنك مصحفك قرآنك كريمك رواية الدوري عن أبي عمرو البصري جماعك لا أودي أرسل هو بكلامي بس دمان أسلم
شكرا جزيلا. كانت هذه فرقة مجمع معاهد معلم نور، والتي كانت تقرأ متن التحفة الجزرية وعقيدة العوام. أقول للسادة العلماء الأجلاء: لو علمت الدار بمن زارها فرحت، واستبشرت ثم باست موضع القدمين، وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. أما الآن فنبقى مع فرقة معهد القراءات لجامعة الإمام الشافعي، وهناك أسئلة ستكون أسئلة من قبل السادة العلماء على هذه الفرقة إن شاء الله، فلتتفضل. أسئلة عن الصفحة والرقم. حفلتنا عش شرفت وحا سيتوس اونلايف اوتوينيا تلفزيون قرنك الصوماليه اس ان تي في اي تلفزيون كله اس بي سي ان فرقدان وهذا انا ويرني على اركيسان منبرك تاغن وفرقه معهد القراءات سؤال ايا مركا علمادو اي ويدين دونان صفحه اي رقمك ايا انا مركا لغا ويدين دونا قرانك كريمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فرصة طيبة للقاء بالعلماء الذين جاءوا من أقطار الأرض من بلاد الإسلام في هذا المؤتمر الطيب، مؤتمر التصوف العالمي الذي عقدته جامعة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهم مشكورون في ذلك جزاهم الله خير. فنوجه بعض الأسئلة إلى فرقة القراءات في معهد القراءات بجامعة الإمام الشافعي. السؤال الأول: واسمي الدكتور محمد علي إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الطالب الأول: أي صفحة هذه الآية، في أي سورة وفي أي صفحة وفي أي آية؟ فليتفضل مشكورا. من هو الأول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وآياتها رقم الآية مئة السورة بقول طمان إيو لح آية دي هو بقول إيو طمان إيو لح سمع وسحوي. أها ما شاء الله. من سورة إيش؟ من سورة النساء. من سورة النساء آية 116. ها تمام. ماشي صفحة دا كبير لعبان إيسو صفحة دا كبير لعبان إيسو يمين. لا خير، لا خير في كثير. جزاكم الله خير وبارك فيك. صفحة الرقم كذا وامسا سجاشني تضبو سجاشني تضبو. بارك الله فيك ما شاء الله. 97 الآية 16 من سورة النساء بدايتها: لا خير في كثير من نجواهم. ثم صفحة وحوية 97 أما تضبو سوء هاي. بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى:
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. نعم إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله. وآياتها آية رقم شكذا صومالي يلا صدني تلو صدني تلو 37 صح 37 صح صح أي صفحة وأي سورة؟ صفحة رقم كذا سورة القصص. سورة القصص صح صفحة 390 تمام جزاكم الله خير. وبداية الصفحة فلما جاءهم موسى بآيات اللي تليها وجيب وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما اللي بعدها ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون اللي بعدها وما أوتيتم من شيء فمتاع الله أكبر الله أكبر ماشي جيب بسم الله يا مولانا انت يا دكتور أنس اسأل الغاري بسم الله ايوه الدور يا بسم الله اعطي الميكروفون مرحبا قارئ المغربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في جمعكم وبارك فيكم وبارك في أعمالكم القيمة المشرفة وجزاكم الله خيرا. وأشكر فضيلة الشيخ سيدي عبد القادر على هذا المجهود الكريم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يرحم والدكم. والشكر موصول إلى فضيلة السيدة عمدة بلدية مقديشو. وبارك الله في جمعك الكريم كله. فقط بين قوسين قبل أن أطرح السؤال فهذا شيء يعني يثلج الصدر ويبين ويظهر على قوة الحفظ المتين للقرآن الكريم. فهذا شيء يعني الحمد لله هذا شيء عجيب. قرآن حفظ سكيز وحبتك الله وحريستو سيدة سانو كلام وحلو حفظك الروح لا يبل ويوري. نعم بين قوسين سيدي عبد القادر إذا سمحت لي أن أضيف شيئا ما. بسم الله فضل بارك الله فيك. أحببت يعني أن تدرجوا علما من العلوم في حفظكم، فأنتم قراء ومقرئ المستقبل إن شاء الله. طيب بالاتفاق، فهذا الذي يعني اجتمعنا عليه مع السادة العلماء وتذكروا فيه وقالوا أنكم قراء ومقرئين. فقط اعتنوا بعلم الرسم، فعلم الرسم قد فقد الآن من الساحة العلمية. نعم. الإمام الخراز رحمه الله يقول في منظومته: وبعد فاعلم أن علم الرسم قد ثبت عن ذوي النهى والعلم، جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة، وبعد جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام، ولا يكون بعده اضطراب، وكان فيما قد رأوه صواب، فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة. فهذه منظومة خصت وكتبت وكتبها مؤلفها رحمة الله عليه الإمام الخراز الشرسي الأندلسي في رسم القرآن، فهي مرجع إلى كل من أراد أن يكتب مصحفا من المصاحف في أي رواية وفي أي طريق. الحمد لله مولانا جزاك الله خيرا، لعلك ما انتظرت لين ما نخلص، لكن خير هذه وصية خير. في من يحفظ هذه، وسترى من يحفظ ألفية ابن مالك والشاطبية والزبد، و اللهم صل على محمد، ألفية ابن مالك والشاطبية والزبد وألفية سيوطي للحديث، كلهم الآن سيأتون ويقرؤون عليك حفظهم من حفظهم إن شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك. إذن أسأله الصومالي يحفظ، ما يعرف إلا الحفظ ما شاء الله.
الحمد لله. إن شاء الله. إذن أسأل الطالب الموالي اقرأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. الآية كم رقمها؟ آية داس رقم كيوية. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع. يلا سديد. ثمانية. ثمانية صحيح. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله. بارك الله فيك. الصفحة التي تليها تبدأ من ايش؟ بقى كحي معه قبل الله. على اليمين ام على الشمال؟ بسم الله على اليسار. اي ما قبل ابدا بقى كحي لا الى الناس هذه جهه اليسار. افسحر هذا؟ افسحر. الله اكبر. بارك الله. اذا اقرا من قوله تعالى: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين. اخره. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. كم رقم الآية سيدي؟ تفضل. صدنا أفر. 34. تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. صفقوا عليه ما شاء الله. صفحة رقم سورة بقى النبر كيس شاقة كي قناة شاقة. يلا أفر بغل أفر تي تضب كيف 447. 400 ما شاء الله. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. فغويناكم إنا كنا غاوين. الغاوين كله ثابت سوى الغاوين وحشوره كنقولوا إحنا في المغرب. يعني أن ثابتها أن ألفها كل ثابت سوى الغاوين وحشوره. الغاوين كله ثابت سوى الغاوين وحشوره. وما سنتين صباح عليك. ما شاء الله. طيب. بارك الله عليكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. شكرا لهذه الفرقة، فرقة معهد القراءات. السادة الحضور، العلماء الأجلاء، الجمع الكريم، ما زلنا نتواصل معكم عبر هذا الحفل، هذه المأدبة التي تقام على شرف السادة العلماء ضيوف البلاد، ضيوف المؤتمر العالمي للتصوف، مؤتمر التصوف العالمي السابع الذي استضافته جامعة الإمام الشافعي. سيداتي ساداتي، الآن نبقى مع فرقة الزبد في الفقه الشافعي، فلتتفضل هذه الفرقة. وهجاج مركن وحن ويريناه فرقة وفرقة ابن رسلان بالزبد في الفقه الشافعي وفرقة سي ابن رسلان زبد أي مركة أي هل كان كسو جيدين دونا إن شاء الله سودو هذا في الفقه الشافعي.
منك أنا كويت. أسوسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم الصلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهدي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. وبعد هذه زبدة نظمتها، أبياتها ألفون بما قزدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدي الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت واتبعت بالعمل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بالنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعملان، معذب من قبل عباد الوثن. الآن باب الظهارة. وإنما يسيح تطهير بما ولا وإنما يسيح تطهير بما ولا مست ولا ولا بماء ولا أطلق لا مستعمل ولا بطاهر مخالد تغير تغيرا إطلاق إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، والماء لك واستثنى تغييرا بعود سلم او ورق او ضحلب او ورق او ورق او ضحلب او ترب. باب الصلاة. فرض على مكلف قد أسلما، وعن محيض ونفاس سلما، وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها للسبع، والضرب في العشر وفيها إن بلغ أجد ولم تعود إذا منها بلغ، لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للعاجز أو للإكراه، ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا. بسم الله. كتاب البيع. وإنما يسيح بالإجاب وبقبوله أو استجاب في ظاهر متافع به قدر، تسليمه ملك لذي الأرض نظير، فعالم بعلمه لم يعمل، معذب لا تقبل من عدمه. الآن كتاب الفرائض. يبدأ من تركة ميت بحاك الرهن والزكاة بالعين اعتلاق، فموأن التجيز بالمعروف فدينه، ثم الوصايا يوفي من ثلث باغ الإرث والنصيب، فرض مقدر أو التعصيب، فالفرض ستة فنصف اكتمل للبنت أو لبنت الابن ما سفال، والأخت من أصلين أو من أبي، وهو نصيب الزوج إن لم يحجبي. وهجاج أدبي وما سنتهي كوحداسي مركاسي زبتك في الفقه الشافعي آخرين سي أدبي وما سيهين وليه مضني علي مروين وحين وبرتنك كجرنا حفلة قروح ذا بضن وسوق بن قابي مامولك قبل كبنادر قارهان قدوميها قبل كمضنة عبد الرحمن عمر عثمان يريسو ومركا الله قتل قلي علم ذا دافها الدنيا ككلي يميد سي أي مركا وقيب قلان شركة سوفية إسلامك شركة صومركة أي مرتجلسي جامعة الإمام الشافعي لبدي مالمود إلى صور نافي مركان وحنا قصو بيري وحفلة وحير كهر صوق علي إكسلانس وحنا سود وين إنا وزيرك أمنية
مدن محمد أبو كرسلو دعاله يصدق كله وحسد ويننا حلبان مصطف شيخ علي دحلو وكترسن مدن كترسن بارلمانك جمهورية الفدرالية الصومالية دمان دتك كسوق قبلي مقام والبهي مقع والبهي كتوجان سراكيشة عيد ماذا بوليس كصوماليات إيوه نقف والبهو هل كان جوجا أو أنا مرجع يسي تايتل كيسا أنا حسين أنت به هو ندين سود وينينا هذان عرب كيدين حسين قلب جايان إذين حسي وهجاج نواصل ما تبقى من الفقرات انضم إلينا قبل قليل معالي وزير الإعلام معالي وزير الأمن الداخلي محمد أبو كرسلو دعاله وكذلك وصل إلينا قبل قليل العضو في البرلمان الفيدرالي مصطفى شيخ علي الحلو فمرحبا بهم ومرحبا بالسادة الحضور جميعا بمختلف مقاماتكم وألقابكم الرفيعة والسامية ومرحبا بالسادة الأجلاء العلماء ضيوف البلاد ضيوف مؤتمر التصوف العالمي السابع المنعقد في مقديشو برعاية جامعة الإمام الشافعي وهذه الحفلة أو مأدبة العشاء برعاية محافظ بنادر وعمدة مقديشو والآن السادة ضيوفنا الأكارم نبقى مع فرقة الشاطبية فرقة الإمام الشاطبي وهم يقرؤون لنا الشاطبية فلتتفضل هذه الفرقة جزا الله بالخيرات عنا أئمتان لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قات وصدات سماء العلا والعادل زهران وكملا لها شهب عنها استنار فنورات سواد الدجا حدا تفراق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحدين مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارعين وليس على قرآنه متاكلا فأما الكريم سر في طيب نافعون فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشوهم بسحباته المجدى رفيعات آثلا وما كات عبد الله فيها مقامه هو بنو كثير كثير القوم متلا روى أحمد البازيل هو محمد على سند وهو الملاقب قنبلا أبو عمر دوري وصالحهم أبو شعيب وسوسي يعنو تقبلا وأما دمشق شام دار ابن عامر فتلك بعبد الله ضابا محللا هشام وعبد الله
الله وأوان تسابوه لذكوان باللسنا دي عنه تناقل وبالكوفة لقرى منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاع ذا شذا وقرا فلا فأما أبو بكر وعاصي من اسمه فشعبة تراويه المباري ذو أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحافص وبالإتقان كان مفاضلا وحمزة ثم أزكاه من متوارع إماما صبورا للقرآن مراتلا. السادة الحضور العلماء الأجلاء، ما زلنا نتواصل معكم عبر هذا الحفل، حفل مأدبة العشاء برعاية محافظ بنادر وعمدة مقدشو. أما الآن فأدعو أن تتقدم إلى المنصة فرقة ابن مالك لتلقي على مسامعنا ألفية ابن مالك، فلتتفضلوا. على محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البدل بوعد منجزي وتعتضي رضا بغير سخط فائغة ألفية ابن معضي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يغضي به ذات وافرة لواله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسمه وفعل ثم حرف الكلم كلمة والقول عم وكلمة بها كلام بالجر وتنوين ونداء وال ومسند للاسم تمييز حصل إذا فعل تواتل ويفعل والنون يقبل أن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم وفعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمد وسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إلا لم يكن للنون محل هو اسم نحو سا وحي هل والأمر
مغرب ومبني لشابه من الحروف المدن كشابه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا كان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتغار وصلا ومعرب الأسماء ما قد سالما من شابه الحرب كاد وسما في الأمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت كل حرف مستحق للبناء والأجل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكين كم والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل نحو النهاب والاسم قد قصيص بالجر كما قد قصيص الفعل بأي جازما بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر ويتم بتسكينين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وأجاك فرقة سي أد بيوما سنتهاي وفرقة ابن مالك أمرك ألفية ابن مالك هل كان كآخرين سي شكرا على هذه القراءة المتميزة السادة الحضور الجمع الكريم حي الله هذه الوجوه النيرة المشرقة رؤيتها تزيد الأفراح نسماتها تداوي الجروح وعبيرها فواح تنثره الرياح في القمم في الليل وفي الصباح فأهلا ومرحبا بكم مشايخنا الأجلاء في بلدكم الثاني الصومال فنحن نحمد الله تعالى ونشكره على ما أن من علينا بزيارتكم المباركة أما الآن السادة الحضور فنبقى مع فرقة الإمام السيوطي لتلقي على مسامعنا ألفية السيوطي مركا وحنوية ريا فرقة إمام السيوطي سيأي مركا أيوسو تيديان أما أيو أخريان ألفية السيوطي سنو هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله حمدي وأستند إليه حق وأستند ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك حد السحاب مسلما لاقى الرسول ولو بلا رواية وقبل الدور كذاك الأتباع مع الصحابة وغير معدول ومع رواية دخولهم دون ملائك وما نشرت بلوغا في الأصح فيهما
وفي زيادة ثقات الخلف جام مما رواه ناقصان ما ننام ثالثها تقبال لا ممن خزال وقيل إن في كل مجلس حمال بعضان أو نسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه وقيل إن أكثر حذف تراد وقيل فيما إن روى كلا عداد إن كان من يحذفها ليغفل عن مثلها في عادة لتقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وابن صلاح قال وهو المعتدى إن خالفت ما لثقات فهي راد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقد له خذي الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقد له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح وهجاج هدي أينو أنت عسي كجود ابنه لمن فرقوين كهل كان سو استعجي مركا سو تيدين أي ألفيات كمركا كلا تدوان وها حسوسين مدن إن مركا لمن تود قلين تبيين جامعة إمام الشافعي جارهان كليدها كليد القرآن ككريم كقراءات كعلوم تهذا iyo kulliyadda shariicada iyo qaanuunka marka laga reebo firqada mujammac macaahid macalin nur wa nunawih li sada al hudur sada al ulama bi anna al firq allati wasalat ila hadhihi al manassa kullaha takharrajat min jami'at al imam al shafi'i khassatan kulliyat al quran al karim wa kulliyat al shari'a wal qanun ma ada firqat mujammac macaahid macalin nur allati takharrajat من المجمع السادة الحضور نواصل أما الآن أدعو الكلمة الآن لتقديمها فضيلة الشيخ علي وجيز وهو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية وعضو هيئة علماء الصومال فليتفضل لإلقاء كلمته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فمرحبا بالضيوف الكرام العلماء الأجلاء الأفذاذ الكواكب العلمية أو الكوكب العلمية التي جاءت من أقدار مختلفة من العالم الإسلامي ومن الجاليات الإسلامية فمرحبا بالمسؤولين في الحكومة الصومالية الذين يتقدمهم راعي هذا الحفل الكريم المهندس الأستاذ عبد الرحمن عمر عثمان رئيس بلدية مقديشو وعمدة مدينة مقديشو رئيس بلدية بنادر وبحضور وبتشريف أصحاب المعالي الوزراء وزير الأمن الداخلي
ووزير الرئاسة، وزير الدولة للرئاسة، الذي هو الراعي لمؤتمر علماء التصوف، المؤتمر العالمي السابع لعلماء التصوف، الأستاذ الشيخ الخليفة مع عبد القادر معالي النور محمد السياد، الإمام والقائد الإسلامي والسياسي المحنك. هذا الحفل الكريم، وأيضا ندعو أو نقدم التحية العطرة لكل المشاركين والعلماء الأجلاء من الداخل ومن الخارج، وفي مقدمتهم شيخنا الكبير الشيخ محمود عبد الباري رئيس مجلس علماء الصومال، المجلس للعلماء، وكذلك رئيس فضيلة الشيخ الدكتور بشير أحمد سلاد رئيس هيئة العلماء، والدكتور الشيخ يوسف على عينة رئيس مجمع العلماء، وكل العلماء الحاضرين وكل المسؤولين أعضاء البرلمان الصومالي، وكذلك من لم أذكر من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم السيد الدكتور أحمد علي ظاهر المدعي العام لجمهورية الصومال الفيدرالية، أحد أيضا كبار الدعاة في الصومال ورجل قانوني دولي. أيها الإخوة الأحباب، أنا أود فقط أنني سألغي كلمتي باللغة الصومالية والعربية باختصار، لكن أبدأ باللغة العربية اهتماما بالضيوف الكرام السادة الذين شرفونا بحضورهم في هذا البلد العظيم. أيها الإخوة الأحباب، كلمتي حول ثلاثة مقادع أو أربع مقادع حول التصوف وأهميته ومكانته في الصومال وفي العالم الإسلامي. كما تعلمون أن علم التصوف لم يبدأ، ليس وليدا في هذا العهد، إنما حسب ما قاله العلماء وأرخوه، رغم أنني من المدرسة السلفية وخريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولكنني أقر وأعترف وأتشرف بالانتماء إلى هذه المدرسة، مدرسة التصوف في هذا المكان. التصوف العلمي القائم بنشر العلم الشرعي والالتزام به وتصفية النفس عن كل ما يكدر بها أو ما يحيل بينها وبين خالقها، هذا التصوف بدأه السلف الصالح الذين المدرسة المحمدية المباركة، والذين تخرجوا عليها أمثال أصحاب الصفة وكبار التابعين مثل الإمام الحسن البصري، والذين عاصروه كالفضيل وبشر الحافي والجنيد البغدادي، مرورا بكبار الأئمة كأبي حامد الغزالي والشيخ عبد القادر الجيلاني والخرقي وغيرهم حتى يومنا هذا. هؤلاء الأئمة كانوا أئمة الإسلام، كانوا أئمة التربية، وكانوا أفذاذ في كل زمان كانوا فيه. كان من بينهم الإمام النووي كما تعلمون، صاحب رياض الصالحين والمجموع وكل المؤلفات في كل باب وفي كل شأن من شؤون العلم الشرعي. فهذه المدرسة نحن وصلتنا منذ الأزل، وكانت هي التي حملت على أعتاقها لواء الدعوة الإسلامية في الصومال وفي القرن الأفريقي، بالمنهج المعتدل، بالمذهب الشافعي، بالتربية الإسلامية، وكانوا هم الذين يدافعون عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا زالوا. هذه المدرسة كلنا درسنا عليها وتتلمذنا عليها ونهلنا من معينها الصافي العلم الشرعي، ثم بعد ذلك تفرغنا في أنحاء العالم وتعلمنا ودرسنا في جامعات مختلفة. هذه المدرسة كما تفضل أمس أصحاب المعالي العلماء والمشايخ، لصقت بها أمور هي في غنى عنها وهي بريئة عنها من التصوف المذموم أو المنحرف كما تفضل به أصحاب المعالي أمس، ولا يجوز أن تلصق بها هذه الأمور، الشطحات المخالفة للشريعة أو التصرفات القائمة على الجهل أو الذين انتموا إليها من مختلف المشارب الفكرية المنحرفة. المدرسة الصوفية أو التصوف الشرعي العلمي المعروف على كل طبقاته على كل أعصاره وأئمته بريء عن هذه الأمور، ويجب نفيه عنها ولا يجوز أن يحاسب عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن هنا في الصومال لدينا تطرف
سيء جدا هو التكفير والداعش والنصرة وما تفرع منها كالشباب وغيرهم. هؤلاء الذين استباحوا دماء المسلمين وكفروا المسلمين وعلماء المسلمين بمختلف المدارس الفكرية الإسلامية، والذين أرادوا أن يحتكروا الإسلام لأنفسهم فقط، كلنا في الصومال كافة المدارس الإسلامية الموجودة في الصومال، ويتقدم علماء التصوف العلمي التصوف العلمي الشرعي وكل الحركات الإسلامية أو الصحوة الإسلامية بمختلف حركاتها، كلنا يد واحد ضد هذا التطرف، ضد هذا العدو الذي فرق الصومال واستباح دم هذا المجتمع المسلم الذي نفع علماء الإسلام منذ الأزل أن يوجد فيه أحد ينتمي إلى غير الإسلام، ولله الحمد والمنة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، نحن وبرعاية الحكومات الصومالية المتعاقبة والرئاسة الصومالية الحالية الذي يتقدمهم رئيس الدولة السيد الدكتور محمد عبد الله محمد فرماجو، والخليفة كما تعلمون في مكتبه وهو يده اليمنى، وكل العلماء الموجودين هنا، وأنا أتشرف أنني مستشار له في الشؤون الإسلامية، وكذلك أصحاب المعالي رئيس الوزراء الدكتور حسن علي خيري وأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة ورئيس العمدة عمدة مقديشو الدكتور عبد الرحمن، كلنا وهيئات العلماء كلهم جميعا في صف واحد لمحاربة التطرف ودعم الدولة، دعمها والوقوف معها. وأخيرا أيها الإخوة الأحباب، نحن في الصومال حققنا ولله الحمد التعايش والتعاون بين كل المكونات الإسلامية في الصومال، لا فرق بين المتصوفة أو أصحاب الطرق الصوفية وكذلك قادة العمل الإسلامي السلفي أو الإخواني أو التبليغي أو العلماء الأحرار والمستقلون أو كل المدارس الفكرية الإسلامية، هي يد واحدة، يد واحد في نشر الدعوة الإسلامية المعتدلة على المنهج الوسطي والوقوف مع الدولة الصومالية ودحر الإرهابي والمتطرفين وإقامة شرع الله في هذا البلد المسلم. هذا ما أردت أن أقوله باللغة العربية، وسوف أنتقل إلى اللغة الصومالية باختصار ولا ليال. وحان ربي هل كان أنك شاقني إن شاقنه، وقبل أن يفوتني هذا فقد أود أن أنوه إلى مدرسة معالي النور المباركة وجامعة الإمام الشافعي، وهذه المسيرة الإسلامية التي يتقدمها الخليفة الشيخ معالي الوزير عبد القادر معالي النور محمد سياد. هذه المدرسة لها مزايا خاصة يجب ذكرها في وسط ذكر العمل الإسلامي أو الدعوة الإسلامية في الصومال. أولا، معالي النور محمد سياد وسع الله قبره وأسكنه في فسيح جناته، كان إماما في التسامح والتعاون وتقريب وجهات النظر والبذل والسخاء ونشر القرآن الكريم في هذا المجتمع المسلم الصومالي. كان فريدا أو شبه فريدا في هذا العمل، كان متميزا في هذا الشأن، أحدث في حياته أمور لم تكن في الصومال في المجتمع الصومالي، ركز جهوده كلها ووجهها إلى نشر مدارس تحفيظ القرآن الكريم حتى وصلت مدارسه عددا من الآلاف، وتخرج منها مئات من الآلاف الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى في حياته. كان هذا النجم العلم كان متميزا في هذا الشأن، وتعلمون أن أفضل ما يبذله الإنسان في حياته هو خدمة كتاب الله تعالى ونشره وتحفيظ الناس القرآن الكريم. وقد قال العلماء إن إبراهيم كان أمة، أي كان معلم الناس الخير، فكان يعلم الناس الخير أعظم الخير وهو القرآن الكريم، حتى انتصر واشتهر في هذا الشأن العظيم. الأمر الثاني، إن هذا الإمام معالي النور محمد سياد أحدث أمرا لم يكن في أسلافه وفي معاصريه. هو كان قائدا للطرق الصوفية كلها، إذا كانت المدارس الطرق يعني من أحمدية وقادرية وسالحية وغيرها، وقد يكون غيري هو أكثر مني يعني نعرف في هذا الشأن لأنني يعني تركت وأنا الشاب، لكن لازلت معها وأنتمي إليها. كان أول حسب ما أذكر كان أول من جمع زيارات الطرق الصوفية في زيارة واحدة عنده في مركزه الكبير، مركز معلم بيماله الكبير المعروف، جمعهم فقال نحن اليوم بعد اليوم نحن طريقة واحدة،
طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة الكتاب والسنة، مع بقاء الانتماءات الداخلية والسلسلات الداخلية في داخل الدروق الصوفية. كان هذه ميزة عظيمة أيضا. الأمر الثالث كان صاحب السماحة والبذل. حسب ما أذكر وصل البذل عنده أنه أسس وبنى بيوتا، وليس دفعا للمال فقط، بيوتا لحفظة القرآن الكريم ومعلمي الدكسيات أو المدارس التحفيظية، وكذلك المشايخ الكبار والعلماء. وقال على كان من بين الليلة الشيخ محمود عبد العريف الذي أعرف أنه كان طالب علم جاد، فدعاه الشيخ معالي النور لما أعجب به في علمه اشترى له بيتا وسلم له المفتاح، ولم يكن وحده، إنما كان مئات من الدعاة والعلماء في هذا الشأن، فكان صاحب البذل والسخاء. نعم. وكذلك المقبرة والمغابر الكبيرة، هو كان أول من اشترى أرضا واسعة جدا في أغلى مكان بين مقديشة وأفقوية، ووهبها لله سبحانه وتعالى تكون مقابر المسلمين، ولا زال المسلمون إلى اليوم يدفنون فيها ولله الحمد. وكلما تكاد أن تمتلئ يشتري الخليفة أرضا جديدة ويمد بها. وأخيرا أيضا كان أول من تسامح مع التيارات الإسلامية التي كانت تحاربها الدعوة، تحاربها الحكومة العسكرية، التيار الإخواني أو التيار السلفي أو غيره. لما جاءوا عنده قال هؤلاء أبناؤنا، وإن كانوا على خطأ في بعض الأفكار فيجب أن نتسامح معهم، وكان ضد أن يعني ينشر ضدهم أو يعني تقدم الوشايات ضده، وهذا الذي أكسبه السمعة والقبول لدى الجميع. ونحن، وأذكر هنا للشهادة فقط والعلماء موجودون، يعني كنا طلبة العلم في أيام الكره والعداء بين التيارات الإسلامية في ذل الحكومة العسكرية، ولكن معالي النور محمد السياد كان هو البطل العلم الذي يمشي لدى الجميع ولا أحد يكرهه، الجميع يحبه، وكان هذه ميزة خاصة به. ولهذا إن الخليفة عبد القادر معالي النور هو امتدال لهذه المدرسة. والآن ماذا أحدث؟ إذا كان والده رحمة الله عليه قد حفظ القرآن الكريم، فإن هذا الشبل وهذا العالم وهذا القائد حفظ الناس العلم، العلم الشرعي كما ترون كل المتون، وقد قالوا قديما من حفظ المتون حاز الفنون. وهذا ونحن نشاهد الليلة أن هؤلاء الطلبة قد حفظوا المتون وحازوا الفنون وهم لا زالوا في ريعان أعمارهم. هذا الذي أودت أن أنوه. وجامعة الإمام الشافعي رغم حداثة إنشائها أصبحت هي القائدة في هذا الشأن في مختلف العلوم الشرعية، ويكون لها شأن، وأرجو أن يأتي الدعم لها من الخارج ومن الداخل ومن الدولة الصومالية حتى تفتتح فروعها في كل أقاليم الصومال 18 في المستقبل القريب بإذن الله تعالى، لتكون صرحا لنشر العلم الشرعي في كل مجالاته، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا وحنكسو قبقبينيا ولا ليال حفلة قيمة بضن له وقبرناتورها قبل كبنادر أونور لقي الأستاذ المهندس عبد الرحمن عمر عثمان قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشته، وهذا أكتين إنه يهي رجل ميالب بضن دولة الصومالي أقصو خدمة مجالات أغفر بضن مجال كما أنت أو جوغن أو يا مجال وقت كسو بيقمي هذا مهم دولة يهرس عضانه قامنا يان لبنان رنتي مدحوينة يا رئيس الوزارة ومدى الصومالي أدو جعشهاي وإسلا جان قاضي وسنة إيه بلما أنت أيقو هلق في سكوة شقينا يا ولله الحمد وأهرنا ولي قد جعن دولة إيه شعب كورنا إيه دبس فيهين أولا دونا إيه إن أي سد حدا سنة أهرتي معجزات أي سميان أو دل كان أي كسو علينا هي بدي سي شرف كيسي قبرناتوره وشخص سد حدا ما أنت قرب كوضة فرية أسرية وزيرة إيه صاحب ديس دولة marka waxa waaye anagu culimada Soomaaliya hadaan nahay saad ogtihiin anagoo midaysan oo dhamaan wixii khilaaf ay meel iska dhignay oo tayarka suufiga ah oo noo yahay hooyada iyo aabaha weyn oo ka soo farcanay oo qadarin gaar aan u hayno qadarin gaar ayuu leeyahay maxay yelay ilmuhu haday waalidkood caasiyaan diinkoodana naafic ma ahan ayaguna waa qiimo beelaan waa habaaran yihiin marka anagu habaarsamayno waa duceysanayna suufiyada iyo culimada tasawufka waxaan u ogolnahay sabqigi iyo aabanimadii iyo waalidnimadii وأنا طبعا صوفيا سان شاقي صوفيا علم كل سن هي شريعة كتاغن أو صومالي كتر توكل يطوع النغانوة ومدرسة مع النور إيه أو أمثالها أي هو قامنا يعني شيخ محمد عبد الباري شيخين وين وكل يخذ وصف النهاية تيارات كسلفية أو كلياتو
أما إخوانك أما تبليغك يا ذلك كجر أكتين أو حوق يا حولها يا ترد يا عدد البلد وحان دين شيئنا كل جينا إن قدرين أدو وين وهاينه لما أنتن علماء التسوقفك أنو هل فرحنا أن ذلك إن الدولة إن يومد إن إيدام ديسن أنا بدنا نقرب استأجنا أنت أصلا كسوق بقينا أنا وما سنتين. وهذا قد بو ما سيهاي نكاسوحا وها شيخ علي وجيز وأهل تليها مدحوناها جمهورية الصومالية الرماها إسلامك سيدوك لنا حبنكا هيدا علماء الصومالية شكرا جزيلا كان هذا فضيلة الشيخ علي وجيز مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية وعضو هيئة علماء الصومال شكرا على هذه الكلمة النيرة السادة العلماء الجمع الكريم الآن الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ الخليفة عبد القادر معلم نور سياد وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الشافعي والأمين العام لمؤسسة معلم نور وراعي مؤتمر التصوف العالمي السابع الذي استضافته جامعة الإمام الشافعي والشكر كذلك موصول إلى عمدة مقدشو السيد عبد الرحمن عمر عثمان على إقامة هذا الحفل أما الآن فنبقى مع كلمة رئيس هيئة علماء الصومال فضيلة الشيخ بشير أحمد صلاة فليتفضل مزيا مشكورا وعن سؤال وين يا مركن كلمة ده قدوميها هيدا علماء الصوماليات شيخ بشير أحمد صلاة سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أحيي السادة الضيوف والمشايخ الكرام ونرحب بهم في بلدهم الثاني ونشكرهم على قدومهم وإشرافهم وإكرامهم لنا بالحضور كما نشكر فضيلة الأستاذ الوزير الأخ الشيخ أبو غادر معالي النور على استضافتهم وترتيبهم لهذا المؤتمر ونشكر كذلك عمدة المدينة ومحافظ بنادر في دعوته لنا لحضور هذا الحفل الكريم أيها الحفل الكريم أحييكم جميعا بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحفل حفل باسم العلماء والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم العلم الذي لا يعني المعلومات فقط وإنما يعني العلم والعمل ويعني كذلك الأخلاق النبوية والتضحية النبوية والهم النبوي في تبليغ الرسالة وأداء الأمة وأداء الأمانة ونصح هذه الأمة علماء الإسلام في هذا الزمن أمامهم تحديات كبيرة فقد أحاطت بالمسلمين الشهوات وأحاطت بهم الشبهات هذه الشهوات وهذه الشبهات التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وترك البقية على هذه الأمة ترك البقية على العلماء يؤدون رسالته ويكملون محاربة الشهوات والشبهات النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث يوما عن الدجال حديثا مستفيضا حتى ظنه صحابة أن الدجال قريب جدا منهم فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فرأى الخوف في وجوه الصحابة
فقال صلى الله عليه وسلم إن يظهر أي الدجال إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يظهر فيكم من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فهو الذي كان مستعدا أن يواجه الدجال ويحاج ويدافع عن المسلمين. الدجال بشهواته وشبهاته ما زال يعيش معنا بالحضارة الغربية والحضارة الشرقية والفتن هنا وهناك، فينبغي لأهل العلم أن يقوموا مقامهم ويؤدي رسالتهم ويرفعوا صوتهم قائلين: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه صيحة، صيحة العلماء في هذا الزمن، ويلكم لأصحاب الشهوات، صيحة العلماء في هذا الزمن ويلكم لأصحاب الشهوات. التحدي العظيم للعلماء في هذا الزمن هو التفريق بين الحق والباطل، الحق والباطل الذي يريد بعض الناس أن يمزجوا بعضه ببعض. من زمان عندما ظهر الخوارج في وقت الصحابة كانت الكلمة الجامعة المانعة التي عبر بها علي رضي الله عنه عندما رفعوا أصواتهم من جنبات المسجد يصيحون به قائلين: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال كلمة جامعة مانعة وهي كلمة درس عظيم لنا، قال: كلمة حق يراد بها باطل. ولا يزال الأمر هكذا إلى يومنا هذا، ما أكثر الكلمات التي يختلط فيها الحق بالباطل. فواجب العلماء في هذا الزمن هو التمييز بين هذا الحق وبين هذا الباطل حتى يكون الناس على بينة. العلماء في هذا الزمن مثل الجراح الطبيب الذي يجري عملية جراحية خطيرة في أخطر مكان في حياة الإنسان، إما في قلبه وإما في مخه، حيث العظام والأعصاب والعروق متشابكة، فيجري عملية جراحية نظيفة، يعرف ماذا يفعل، يعرف ماذا يقطع، يعرف ماذا يترك، يعرف ماذا يبقي، يعرف ماذا يرمي. هذه العملية الجراحية هي واجبنا في هذا الزمن حتى نميز بين الحق وبين الباطل. أمور كثيرة اختلطت ورآها بعض الناس أنها متعارضة وأنها متنافية، أن الدين يعارض الدنيا وأن القديم يعارض الجديد وأن الثوابت تعارض المتغيرات وأن تعظيم الحق يعارض رحمة الخلق. هذه الأمور المتعارضة في أذهان كثير من الناس لم تكن كذلك في سلفنا الصالح الذين كانوا يخلطون بين هذه الأمور ويقدمونها تقديما واضحا بينا. فكما قيل عنهم رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس كانوا أعلم الخلق بالحق وكانوا أرحم الخلق بالخلق رضوان الله عليهم أجمعين. في هذه الظروف الصعبة ينبغي لنا أن نكون مستبصرين وأن نكون متعاونين وأن نكون مخلصين في كل أمورنا. وليال دمان وزارة يحلبان ذا يوم ضحضة قارهان دوغة مقالة مقدشة يمارك محافظ يقبرنا كبنادر ورنتي سيقارة نوشر فإن لوية ري حفلة دان دمان وزين السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة دان وحفلة علماء وي علماءنا وعلماء نبي دحالي صلى الله عليه وسلم waxa nabiga laga dhaxlana xoolo ma ahayn. Waxa laga dhaxlay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa cilmi, waa mas'uuliyad, waa xiltasnimo, waa ummado loo fakaro, waa ummado loo danqado, waa ummado laga naxo,
وعمده ومصير كيسوك هجايل جها لجشقيه نبي صلى الله عليه وسلم عمده وحكا وارديين شري شهواتك وحكا وارديين شري شبهاتك ما نبي صلى الله عليه وسلم وحكا شاكي دجال بك شاكي يدبات ديس يخضر ديس إلى صحابة حوق عين نحن نبي صلى الله عليه وسلم حكو يري هدو دجال صوب بحو أنا يقول نول أنا إنك أجا هي oo hor istaagaya haduu gadaashay soo baxana haduu qof kasto saas ku difaaci lahayd adaa taqaan inuu sallallahu alayhi wasallam nabigu shaqada uu hayay oo ahayd in dadka diinta la fahamsiiyo in dadka laga xoreeyo shubahaadka in dadka laga la dagaalamo shahawaadka shaqada noocaas shaqada culimadu ay hayaan way culimadu waxa weeye dadka muslimiinta ah waardiyeeyaan waxay waardiyeeyaan waa diintooda waa maskaxdooda waa mustaqbalkooda weeyaan waxa loo wardiyeen iyo waar asmaalka way in allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wala yu'ti ad-din illa man yuhib ilaahay adunka qof kasta waa siya laakiin diinka qof gaara oo ilaahay jecel yahay ayu ilaahay siya subhana wa ta'ala man yuridillahu bi khayran yufaqahu fi din qofki ilaahay khayr la doono xooluhu siya lama oranin waxa la diinta ayu fahamsiya culumada maanta meel kasta ay joogaan waxaa hor yaala inay aad iyo aad u kala saaraan xaqa iyo baadilka la isku dheehayo oo la isku ekeysiinayo waana mushkilad jirtay hadda jirina jirtay maalintii khawaarijta ay soo daahireen oo waqtigii saxaabada ah khulafaa raashidiin oo ay kelimadan ku dhawaaqeen ayagoo oranaya laa xukuma lillaah xukunka ilaahay baa iska leh علي بيقول ليه إنه خطبين ليه ما نجمع وحوكو يجري كلمة حق ويا أو بعض اللولة تشيدو إلى يوم من هذا كلمة حق أو بعض اللولة تشيدو أي صاحة يا له أو نجهر يا رئيس سيدي لوك على صاعلة سيدي لوك على صار لها حق أصي بعض الكا أو لوك على فنتحن لها أو لوك على فرسورين لها ونوت الله علماء ما تحلم ذيهن دكتور qalliin sameynaya kuna sameynaya ka sameynaya wadnaha ama ka sameynaya maskaxda bani aadamka oo loo baahan yahay inuu si taxadar leh u sameeyo operationka oo wuxuu geynayo iyo wuxuu deynayo wuxuu jarahayo wax kale kala yaqaan way wa ila hadii la isku cantoobiyo dib weyn baa ka dhacaya marka kala saarida waxa maanta yaala oo xaq iyo baadir la isku dheehaya ah liman dadka laynaya oo dhiigooda banaysanaya oo diin sheeganaya way ku sugayaan garamaysid shaqay ka sugayaan dad iyo kala baadis way ku sugayaan marka kelimooyinka xaq iyo baadalka isku dheehan sidii loo kala saari lahaa oo loo kala fintixin lahaa waa mas'uuliyadda koobada maanta culimadeena saaran ama dalkeena ha joogeen ama dibadda ha joogeen dadka qaarkood diinka iyo adduunka waa kalabi u malaynayaan dadka qaarkood xaq oo lagu dhago iyo dadka loo naxariisto inay kala fog yihiin buu u maleynayaan dadka qaarkood waxay kala garan la'yihiin war dadka muslimiinta adoo xaqa haysta dadka muslimiinta xaqa ay leeyihiin ixtiraamka ay leeyihiin naxariista ay leeyihiin maxaa lagaaga la'yaa dadka loo naxariisto xaqa lagu taagnaadaa laba shay isdiidaya ma waa laba shay iswadanaya weeyaan waana si nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ahaa weeye waana mas'uuliyadda nasaara dhamaanteen allah noo fududeeyo وجزاكم الله خيرا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا كان هذا فضيلة الشيخ بشير أحمد صلاد رئيس هيئة علماء الصومال شكرا على هذه الكلمة القيمة السادة الحضور العلماء الأجلاء الجمع الكريم ونريد أن ننوه بين أيدينا وهو حاضر معنا في هذا الحفل رئيس محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة الكولونيل حسن علي نورشوته فله التحية والتقدير
أما الآن فنبقى مع كلمة الشيخ محمود شيخ عبد الباري رئيس مجلس علماء الصومال، فليتقدم مجزيا ماجورا. وحن سود وينينا مركن شيخ محمود شيخ عبد الباري وادو تقانان واه قدوميها قولها علماء الصوماليات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، أيها الحضور المباركون جميعا، الضيوف الأعزاء الذين جاءوا إلى بلادنا من أقطار شتى، والمسؤولون وعلى رأسهم محافظ بنادر وعمدة مدينة مقدشو، وكل الحاضرين من وزراء وضباط وأعيان البلد، نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية والإكرام، أشكر من سبقني من العلماء الأفاضل الشيخ علي وجيس مستشار رئيس الجمهورية في شؤون الإسلام، ورئيس هيئة العلماء الشيخ بشير أحمد، وكل من رأيناهم هنا من الطلبة، طلبة معاهد الشيخ معالي نور أو جامعة مقدشو، جماعة الإمام الشافعي عفوا. وكذلك نشكر رئيس بلدية مقدشو ومحافظ بنادر على استضافته لهذا الحفل الكريم، وللعلماء ضيوف البلد، ضيوف الصومال القادمون من عدة دول. والشكر موصول لمعالي وزير الدولة لشؤون الرئاسة الأستاذ الفاضل الشيخ الخليفة عبد القادر معالي نور سيات. وأوجه كلمتي باختصار جدا حيث أن الوقت لا يتسع، وسأتبرع ببقية الوقت حتى أتيح الفرصة لمن بقي بعدي، وإنما أريد أن أركز وأعطي العلماء الأفاضل ضيوفنا الكرام لمحة موجزة إضافة إلى ما قاله العلماء الأفاضل الذين كانوا قبلي عن شعب الصومال وديانته الإصالة. شعب الصومال شعب مسلم 100% من بين دول الجوار، طبعا دول الجوار فيهم مسلمون وفيهم مسيحيون وفيهم أديان أخرى قد تكون، ولكن هذا الشعب المسلم الذي هو في شرق أفريقيا 100% كلهم مسلمون، فلله الحمد والشكر. ومع ذلك كيف بقي هذا البلد مسلما من بين دول الجوار؟ هذا إن كان ذلك فإنما كان بجهود من العلماء الأفاضل، علماء المسلمين في هذا البلد المبارك. وعندما نقول علماء المسلمين أي القدماء السابقون الذين كان يمثلهم الطرق الصوفية الصحيحة، الصوفية الصحيحة، الذي نحن الآن في المؤتمر الإسلامي، التصوف الإسلامي العالمي. فعلماء التصوف كانوا أكثر أوقاتهم بذلوا لتوسيعة رقعة الإسلام، فهم كان لهم الدور الأساسي في نشر الإسلام في هذا البلد الطيب المبارك ببساطة وسهالة وتحابب وتآلف، لا يوجد فيه عنف ولا يوجد فيه إرغام ولا يوجد فيه كراهية ولا بغضة. بحالتهم المتواضعة نشروا الإسلام بطريقة غير مسبوقة، كما بعض الدول الإسلامية انتشر الإسلام بلا سيف ولا حرب، فهذا البلد من ضمن هذه البلدان التي انتشر فيها الإسلام بسلم. كان من ناحية العقيدة الشعب الصومالي ككل طبعا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة
عقيدة الأشعرية على حسب ما كانت تتاح لهم الفرصة في زمنهم وفي وقتهم. ومن ناحية القراءة وصلت إليهم قراءة أبي عمرو ابن العلاء البصري برواية الدوري. ومن ناحية الفقه الإسلامي مذاهب الإسلام المعترفة بين المسلمين جميعا وصل إليهم المذهب الإمام الشافعي الذي يطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ الأرض يملأ طباق الأرض علما. فقد فسر العلماء أنه الإمام الشافعي القرشي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه بكتبه المعروفة لدى العلماء جميعا. ومن ناحية الأخلاقيات أو السلوكيات كانت التصوف الإسلامي الخالص عن الشوائب هو المذهب التصوف اللي هو ساد في ربع الصومال. الإسلام كما تقدم بردا وسلاما بدون أي مشاكل وأي مشكلة. ثم بعد ذلك هذا كان يسمى المذهب التصوفي أو الطرق الصوفية اللي كانت لها السبقية في البلد. ثم بعد ذلك أتت المذهب المذهب الذي هو الصحوة، يسمونه الصحوة الإسلامية ما بين إخوان أو سلفية أو تبليغ. ففي الحقيقة أنا أقدر شخصيا فضل هذه المذهب، هذا المذهب الصحوي، المذهب الصحوي أو الصحوة الإسلامية، أقدر جهودها المباركة الطيبة لأنها أكملت ما كان يفقدها الشعب الصومالي. مثلا لدينا كانت في حاجة إلى علم التجويد، ما كان يهتمون بعلم التجويد، فجاءت الصحوة بتطوير جديد وتنشيط لعلم التجويد. وكذلك علم الرواية الحديث، رواية الحديث ما كانت منتشرة في البلد مع أنهم كانوا عندهم إلمام في علم الحديث ما بين الكتب الفقهية، ولكن الصحوة أيضا أضافت إلى هذا العلم وساهمت فيه دورا كبيرا. ومما ينبغي أن يمدح في الصحوة قاموا بجهود طيبة خصوصا مع آخر الوقت هذه الأيام التي كثرت فيها المجاعات في هذا البلد وكثرت فيها الأيتام بكثرة القتل الذي يقع فيه، اجتهدت أيضا وساهمت كثيرا في إغاثة المنكوبين، في توزيع الأغذية وفي توسعة رقعة العلاج، وكذلك أيضا في تأسيس المدارس، مدارس الثقافية والجامعات الثقافية، أثرت في ذلك كثيرا ولهم الشكر الجزيل في ذلك. وليس بيننا وبينهم أي اختلاف كبير، بل نجتمع في كثير من المجالات، مجالات الاحتفالات، مجالات السياسية، ومجالات تقوية الحكومة، كلنا على يد واحد. والألقاب قد تكثر، رئيس هيئة العلماء، مجمع العلماء، وكذلك المجلس العام لعلماء الصومال، وهذه كلها ألقاب تؤيد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا، ونحن كما سمعتم يد واحد على هذه النهضة في هذا الشعب اللي تأخر كثيرا من التعاليم المناسبة للعصر. وليس بيننا اختلاف كبير، وإنما أكيد فيها بعض وجهات النظر سواء كان عقيدة أو سلوكا أو أخلاقيا، قد نختلف بعض الأشياء، ولكن ما نتفقه أكثر. وكذلك كلنا على ضد هذا التطرف أو الإرهاب الذي أفسد أو أكل الحرث والنسل وخرب البلد وخرب الأمن، أمن البلد والاستقرار، هذا كلنا على يد واحد لا نختلف فيه أبدا. فلهذا إن شاء الله نعدي هذه اللمحة البسيطة وعلى علمائنا ونقول لهم أهلا وسهلا، ونشكر العمدة على استضافته لهذا المجلس المبارك الطيب. ولا ننسى أيضا في المجلس كثير من العلماء ومن الوجهاء، الأولى بالذكر وجدير بالذكر أن أذكر الأخ
الفاضل المستشار رئيس الجمهورية الخاص علي عمر روبلة وهو وزير سابق، وكذلك كثير من المستشارين والوجهة في هذا المجلس المبارك. ولا أحب أن أخذ الوقت أكثر من هذا ونقول لضيوفنا أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا بلدكم الثاني. إن شاء الله نريد تكرر الزيارة مرة بعد مرة، وستلقون كل مرة ترحيب أكثر وأجل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، كان هذا فضيلة الشيخ محمود شيخ عبد الباري رئيس مجلس علماء الصومال. أدبو ما سيهاي كاسوحا وها فضيلة الشيخ محمود شيخ عبد الباري أو قدوميها قلها قوت علماء الصوماليات وحن سؤال ويننا ونقصها بيري مستشار رئيس الجمهورية لتليها مدحوينها مضانه عمر علي روبلة ونقصه برئات بانوسل ويننا. السادة الحضور، الشكر كل الشكر للسادة العلماء الأجلاء الذين غامروا فعلا حياتهم والذين جاءوا إلينا لمشاركة المؤتمر، مؤتمر التصوف العالمي السابع الذي استضافته جامعة الإمام الشافعي على مدى اليومين الماضيين، فالشكر لهم كل الشكر. والشكر أيضا موصول إلى عمدة مقديشو على إقامة هذا الحفل السيد عبد الرحمن عمر عثمان، وكذلك الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الخليفة عبد القادر معلم نور وزير الدولة لرئاسة الجمهورية. وننوه السادة بأن العلماء أتوا من تركيا، العراق، لبنان، مصر، السنغال، المغرب، السودان، بريطانيا، وأما سيها يقدميها قول كبنادر وحفلة عاوة أسميي علماء يقع أو مركا ككل يميد دولة بضن سيدا دولة تركيا، العراق، لبنان، مصر، إيو السنغال، إيو مروكو، إيو السودان، إيو بريتن، إيو جيبوتي عفوا. السادة الحضور الجمع الكريم، أما الآن الكلمة فأدعو لتقديمها المدعي العام للدولة الدكتور أحمد علي طاهر، فليتفضل مجزيا ماجورا لإلقاء كلمته. مركان وحان ويريا مدن يالي مروين حير إلى ليها جمهورية ده حير إلى ليها قود قرنك مدن أحمد علي ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سامحت أريد أن أتكلم لغة الصومالية بدقيقتين. هذه آد بشرف يقول هاي ما أنت معاوة إلا شليبة إن أن كقريب قالنا مناسبات كان قالي أهرنتي مركو ورئيس وحنهم هاد علينا يا خليفك خليف عبد القادر معالي النور سياد وأهرنتي أبها مؤتمر كان قبل قابي مركل بعض وحنهم هاد علينا يا قدوميها قبل كبنادر سلام مركزنا أدوقة مقالة مقدشو وأصدق ونرنتي عشدا شرفت لي مناسبة دان قالي نوسمي
حكلا أمهد علينا يا مرتيدة الشرفت له إنه وكلت من دلالك كلا دوان هذا ما قاعد يدودنا الله شيئا يدمان علوم هذا كلا الصوماليات قابط كهذا الشيء أما جو كتبه يما دحد كلا قرنك يا مرتي شرفت كلا أرضيدي يسوق جرتي حفادي عدول بام أنت كذب حد لا ياي ودن كيني لبعد كسر دواذا waxaan u maleynayaa wax badan oo markii aad maqnaydeen Soomaaliya laga sheegay inaad wax badan ka dawoodeen halayahay waxaan ogaahay inay culimo badan oo ka soo qayb galay mu'tamarka ay u baaqdeen fikir khald ah oo runtii wadanka laga faafiyay waxaan u maleynayaa inaad noqon doontaan rasuul sheega realityga iyo wadciga Soomaaliya ka jira ee amni istiqraar ama oran karo law and order ka ama aan oran karo wax kasta oo dawladnimo iyo dulooga baahna waad aragtaan shan saaxiibnimo inaad ku caweynaysaan oo ku cashaynaysaan meel kamid ah bartamaha magaalada Muqdisho iyadoo aan dhagihiinu maqleynin iyo indhihiinu arkeynin wax habayraatay dhibaato ah inta wixii ka dambeeya anigu markaan iska keen warbixiyo waxaan ka mid ahay abna ama talamiid ama talmiid ka mid ah min talamiid Macalin Nuur raximahullah quraanka waxaan ku bartay mawlaa Macalin Nuur waxaan ku soo barbaaray macallinkii macallin Hussein ee quraankii dhigay Allah sharafo wali uu nool yahay waxa ay sharafay inuu maalin dhaweeyd iigu keenay guriga looxii uu quraanka aan ku dhigan jiray oo calaamad ii leh waa wax ilaa iyo taariikh dheer runtii leh maxuu ahaay sheek martabadaas macallin Nuur anoo 10 imtixaan u socda xataa iskool dhagaxtoor waxaan garanayaa intu naga hor yimid aan ira noogu tufay oo noogu tufay marka taariikh dheer weeye aad bay sharaf iigu tahay mawlaa yara oo aan quraan ku bartay inuu maanta jaamacadda Imaam Shaafici ay ka dhalatay waxaan kaloo aaminsanahay amal kasta oo ikhlaas loo sameeyo hatta haday ku jiraan waxyaabo lagu kala aragti duwan yahay ama khilaaf ku jiro amalka ikhlaaska uu naajixaya ikhlaaskii uu Macalin Nuur iyo macalinkiisi Macalin Maxamed Biimaalo ay raadkoodi ahayd runtii waa muuqda natiijadiisi caawa wax badan baad ka aragteen wax badanna waa aragnay waxaan khaliifkana ugu dardaarmaynaa wadadii waad haysaa inaad sii xoojisid ilaahay idinkiis aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin شكرا جزيلا كان هذا مدعي عام الدولة الدكتور أحمد علي طاهر نشكره على هذه الكلمة القيمة أدومها سيهي كلمة داسي قيم كهيدا هل كانوا كسر جديد وان كما نقينا إن بضن وحوها حرير عليها قرنك دكتور أحمد علي طاهر السادة العلماء الأجلاء ضيوفنا الأكارم الجمع الكريم ما زلنا نتواصل معكم عبر هذا الحفل مأدوبة العشاء للسادة العلماء برعاية محافظ بنادر وعمدة مقدشو السيد عبد الرحمن عمر عثمان أما الآن فنبقى مع كلمات ضيوف البلاد ضيوف مؤتمر التصوف العالمي السابع أدعو الكلمة الآن لتقديمها فضيلة الشيخ الداعية بلال محمد الملا أمين سر هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة وإمام وخطيب مساجد العاصمة اللبنانية بيروت وخبير في القضايا المالية والاقتصادية الإسلامية
فليتفضل مجزيا مأجورا لإلقاء كلمته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرة صاحب المعالي وزير الرئاسة الخليفة العلامة الدكتور محمد نور عبد القادر محمد معلم نور محمد زياد، سعادة محافظ مقديشو المهندس عبد الرحمن عمر عثمان، أصحاب المعالي وزير الداخلية ووزير الإعلام، أصحاب السماحة والفضيلة السادة العلماء، النخب الصومالية العريقة، المثقفون، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم إخواني العلماء وباسمي أتقدم منكم بجزيل الشكر على حسن الضيافة والرفادة والوفادة، وأخص بالشكر والتقدير معالي الخليفة عبد القادر على هذه الرعاية الكبيرة، والشكر موصول أيضا إلى سعادة المحافظ على هذا العشاء الراقي وعلى هذا التكريم بدعوة علية القوم لتكريمنا بحضورهم إلى هذا البلد العظيم. وإذا كانت لابد من كلمة شكر أيضا هي كلمتين، كلمة للأجهزة الأمنية التي أثبتت مناقبية وأخلاقا كبيرة وعالية في رعاية المؤتمر وحفظ أمن المؤتمرين والمشاركين، والتي إذا ما أردت أن أضع لها عنوانا فأقول لأول مرة أشاهد في حياتي صوفية عسكرية. ثم الشكر بالكلمة الثانية إلى الإخوة والأخوات في الإعلام الصومالي الذين نقلوا وقائع وأحداث هذا المؤتمر وهذا الملتقى العلمي الروحي الكبير إلى العالم في فضاء واسع، حتى بتنا نسمع أخبارنا من الشرق والغرب. فلكم جميعا كل الشكر والتقدير والامتنان، نحن نشكركم أنكم شرفتمونا بهذه الدعوة، ونحن نحمد الله عز وجل أننا لبينا هذه الدعوة. هناك كلمة أريد أن أتوجه بها بشكل خاص إلى معالي المستشار فضيلة الشيخ علي الوجيز. أنا بصراحة إذا أردت أن أضع نقاطا على الحروف فإنني أقول إن ما قاله فضيلة الشيخ في هذا المساء الأنيس وفي هذه الأمسية المباركة هو فتح رباني من الله عز وجل، وهو بركة ليلة مباركة هي ليلة الإسراء والمعراج، وبركة الصالحين في هذا البلد. يا معالي الدكتور، أنا متأكد أنك ترفض أن تكفر أهل الصومال، وأنا أعلم
أنك أنت تعلم أن هؤلاء الناس هم على الحق وعلى الفطرة وعلى نهج الله ورسوله وعلى الكتاب والسنة، لذلك أنت قلت كلمة الحق ولا ينبئك مثل خبير. ببركة هذا الكلام نحن نغادر إن شاء الله تعالى الصومال وقلوبنا مطمئنة، لأن أمثالك في هذه المناصب العالية والرفيعة وفي موقع القرار عندما تكون عندهم هذه العقيدة وتكون لديهم هذه الشجاعة وهذا الإيمان وهذا الحب لأهلهم، أقول لكم أبشروا فإن الصومال بألف خير. وختاما قال الله عز وجل في محكم تنزيله في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنتم حفظتم الذكر، وبحفظكم للذكر يحفظ الله تعالى بلادكم وأمنكم واستقراركم، أنتم محفوظون بحفظ الله عز وجل، وهذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، أنتم محفوظون. وأنتم أيضا بهؤلاء القادة الأشراف الأفاضل الزرع الطيب، الأسود من نسل الأسود، أنتم محفوظون بهؤلاء، حافظوا عليهم وضعوا أيديكم بأيديهم وتعاونوا على البر والتقوى، والله تعالى هو ولي الأمر والتدبير، وأسأله عز وجل لكم ولنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. له التحية والتقدير. كان هذا فضيلة الشيخ الداعية بلال محمد الملا، أمين سر هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة، وإمام وخطيب مساجد العاصمة اللبنانية بيروت، خبير في القضايا المالية والاقتصادية الإسلامية. نشكره على هذه الكلمة القيمة. السادة الحضور، العلماء الأجلاء، الجمع الكريم، أجدد لكم التحية والترحاب مرة أخرى، كما نرحب بالسيد محمد حسين أوليو سفير الجمهورية لدى السنغال وهو الآن بين أيدينا، نشكره على حضوره الميمون. الكلمة الآن أدعو لتقديمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس محمود العيساوي من جمهورية العراق الشقيقة، وهو إمام وخطيب جامع وضريح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، ورئيس فرع أكاديمية العالمية لعلماء الصوفية في العراق، فليتفضل مجزيا لإلقاء كلمته أمام هذا الجمع الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم
على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. السادة الحضور، كل حسب اسمه ورسمه وجميل وصفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتي من محاور ثلاث لا أريد أن أطيل: شكر وتذكير ومدح. ومعروف نحن المشايخ نجيد المدح كثيرا، فاسمحوا لي بالكلام. شكري وتقديري لفضيلة عمدتي مقاديشو، فضيلة الأستاذ عبد الرحمن، على كرم الضيافة وعلى ما قدمه من حفاوة الاستقبال، فجزاك الله خيرا. شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الخليفة عبد القادر معلم نور، جزاه الله خيرا لما قدمه من خدمة وجهد ووقت ومال في إنجاح هذا المؤتمر وفي دعوته لنا لحضور هذا البلد، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله. والتذكير الذي أريد أن أذكر نفسي وأذكر إخواني به ما تكلم به فضيلة الشيخ علي وثنى عليه فضيلة الشيخ محمود جزاه الله خيرا، فأقول: يا سادة، ما أصاب الصومال أصاب العراق وجرى على كثير من البلدان، لكن أقول جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ علي على هذا الكلام، والله كلام يثلج القلب ويبعث الطمأنينة في النفس أن الناس لا زالوا بخير. إذا رجعنا إلى سبب اختلاف المسلمين فيما بينهم، نجد أن أعظم الخلافات هي أمور فرعية. نعم، نحن لا نتكلم عن الفرق الضالة التي خرجت عن دائرة الإسلام. أغلب الاختلافات في الأمور الفرعية التي يجوز الاختلاف فيها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أن الفقهاء اختلفوا في المسائل الفرعية الفقهية، وهذا من باب التيسير في الدين. لذلك كان شعار سيدنا الإمام مالك: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، كان شعارهم لنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. القواسم المشتركة بين المسلمين كثيرة، وما يجمعهم اليوم أكثر مما يفرقهم، فهم يعبدون ربا واحدا ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة ودينهم واحد ودستورهم القرآن واحد. الأمور الخلافية إذن لماذا نختلف عليها؟ فأقول كما قال الشاعر العراقي: أموي أنا وحبيبتي علوية، واختلاف الرأي لا يفسد في القضي في الود قضية. أموي أنا وحبيبتي علوية، واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. لذلك لن تقوم الأمة الإسلامية إلا أن تتوحد. نعم، إلا أن تتوحد. لما دخل المغول إلى بغداد، سجل التاريخ للأسف صفحات سوداء أن المغول ذبحوا أهل بغداد، فتغير مجرى دجلة إلى أحمر، ورموا كتب العلماء في بغداد فتغير من بعد ذلك إلى لون أزرق، والناس منشغلون: هل يجوز أن أتوضأ بهذا الماء أم لا؟ والعدو يذبح لهم. يقال أنهم وصلوا إلى الاقتتال في هذه المسألة الفقهية. والمثل يقول: إذا كان فيك جرحان فداوي أيهما قاتل لك. نعم، اليوم يا إخواني، هل نتذكر أن لنا قضية أولى اسمها القدس؟
في الجمعة الماضية إسرائيل عملت مذبحة في فلسطين، واليوم خرج أهل فلسطين ثانية للتظاهر وعملوا مذبحة ثانية. هل سمعنا بهم؟ لا والله، كثير من الناس لم يعرف الخبر. لماذا؟ لأننا انشغلنا بأمور جانبية، شغلنا الأعداء فيما بيننا واستراحوا. فلذلك جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ، هذا الكلام هو الذي يبني دول، هذا الكلام هو الذي يعيد عز الإسلام، هذا الكلام هو كلام رجال دولة. أعطيتموني الدعم، لا أنا من أعطيت لكم الدعم. إذا كان سابقا قيل عن العالم من لم يدخل بغداد لا يعتد بعلمه، لما قامت الدولة الإسلامية الخلافة العباسية وقامت بغداد قالوا من لم يزر بغداد لا يعتد بعلمه، فأنا أقول اليوم ولا أبالغ أن من لم يزر الصومال لا يعتد بعلمه. نعم، رأينا شبابا يحفظون القرآن والمتون، والأكثر من ذلك أنهم لا يتكلمون اللغة العربية. اسمعوا أيها العرب، يا من نزل فيكم القرآن وما عدنا نحفظ القرآن، هؤلاء لا يتكلمون كلمة واحدة في اللغة العربية، والدليل أنه لما خاطبهم الشيوخ إلا ترجموا لهم باللغة الصومالية، لكنهم يحفظون متون اللغة العربية بكاملها، يحفظون القرآن بكامله. هنيئا لكم يا أهل الصومال. الأمر الآخر، إن شعبا يحفظ القرآن لهو شعب عظيم، شعب يحمل القرآن لهو شعب كريم. هذا القرآن جاءنا بالسماحة، جاءنا بالمحبة، جاءنا بحقن الدماء، جاءنا بالتأليف بين القلوب. فأقول يا من يصف بلاد المسلمين بالإرهاب، إذا كانوا يحملون القرآن فهم أول من يحارب الإرهاب. نعم، هذا القرآن حقن دماء الناس. لما كان الناس في زمان الجاهلية يقتل بعضهم بعضا، تقام حرب على مدى 40 عاما من أجل ناقة، جاء الإسلام ليقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. لذلك أقول لكل شخص يريد النيل من الإسلام، أقول للغرب الذين جهزوا الجيوش لضرب الإسلام ولزعزعة الإسلام، أيها الغربي في قعر دارك أظهرت التحدي، إن كان المدفع في يدك فالمصحف في يدي. بالقرآن نحيا وبالقرآن نقوى. لذلك مبروك لأهل الصومال، حفظ الله الصومال وشعب الصومال وعلماء الصومال وكل شخص موجود في الصومال رجالا ونساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. كان هذا فضيلة الشيخ الدكتور أنس محمود العساوي من جمهورية العراق الشقيقة، إمام وخطيب جامع وضريح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد،
ورئيس فرع أكاديمية العالمية لعلماء الصوفية في العراق، نشكره على هذه الكلمة القيمة والنيرة. وهكذا مضنيا لمروين وليه وحنو قيبه دمبه حفلة عشي شرفتا مامركا قوالك بنادر ومركا وقطل قلي قراهان قدوميها قوالك مضني انجنير عبد الرحمن عثماني ريسو ومركا لو قطل قلي علماء كقيب قلي سي شركة مؤتمر التصوف العالمي السابع شركة سوفية إسلام كهكوا سو مركا ككلي مدل البدن شركة سو لبدي مال مود لصودا في مقالدة مقدشة كسعودي وحانا شركة سي مرتقلي خليفة عبد القادر معلم نور أوه معالي وزير الدولة لرئاسة الجمهورية. السادة الحضور، ضيوفنا الأكارم العلماء الأجلاء، أجدد لكم التحية والترحاب مرة أخرى على مختلف مقاماتكم وألقامكم وألقابكم الرفيعة والسامية والمختلفة. الكلمة الآن أدعو لتقديمها فضيلة الشيخ الخليفة عبد القادر المعلم نور سياد، وزير الدولة لرئاسة الجمهورية، رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الشافعي، والأمين العام لمؤسسة معلم نور، وراعي مؤتمر التصوف العالمي السابع، فليتفضل مجزيا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر محافظ بنادر وعمدة مقدشو المهندس عبد الرحمن عمر يريسو، أشكر العلماء الأجلاء الذين قدموا من أقطار العالم لهذا البلد الكريم، أشكر علماءنا الأجلاء الصوماليين بجميع مسمياتهم، وأشكر الحضور جميعا. حقيقة ما أبقوا لي شيء، الذين تكلموا وأخذوا الميكروفون قالوا كل ما خطر في بالي قبل الوصول إلى هذا المكان وأفنوا كل شيء. أنا أختار أن أتكلم بالصومالية لأعلق أيضا كلمة الشيخ علي وجيز الذي أثرت الجميع، وحين أقول هذا أعتقد أن قسما ولو كان قليلا من الحفل لا يفهمون العربية، لذلك أختار أن أتكلم بالصومالية وأعتذر للعلماء. وحال لي هاي الحمد لله رب العالمين وحامها سن قدوميها أهنا الدقة عاصمة إجنير ريسو علماء ذننا وما هتسن تاي قدهان جهادي إيكو سعوتي حفلة دعوضة وحاجة ديي شيخنا الدكتور شعل وجيز جزاه الله خيرا. علماء دي هذا شيء مرتدى أهدنا كلمة دي سيد دورتين إنا سيها تعقيجان لبضي شيخ وهذا شبه كلمة دي سيد دبك عين مرك إنا أنا سيد دبك ديكو انتي أنا في صومالي في عربي فهمين أن شيخ كذا أشيكو ساسانكو أنسدي ليس بغريب كأمثاله أسيكو كلا توحس وحلق لي أبو معها مشايخذك لو فريسو مكروب قالوا دي بني ساسو كلا واحد اللهين محيي لي الحق يقال وحرون توالى شيغا شيخي اودن بي وحوداي حديبة
علماء النوع عاسو كلا أي تاي سوماليا هرمرك هذا ينبض هذا وهو بنتهاي وحالنا هاي علماء واساس علماء ملك سكتي مد واساس قلبك هذا ونظيف حق دي حاسدكم مجرو هدي أراك لدون أي جرتي نقاش يدود مسألوين جابن أو يرير أو فرع هدي لجمهور مجري وحاسو هاي هاي يعني أنت وصل شباب إيمانين إيه شياطين توحدش مر هدي دلك إلى بربورنا يو دينتي إلى بربورنا يو ومدي دبات الله كيستو لك حنا يو علماء الإسلام كمان بدأ سنتها وصومالية وحو فرح قلي هذا الكيسة مرتدينا لجوكتي تاسو حين أنا قطي فان أنا كانوا حالنا من جانبنا ميدق يبدح عن هاي كلام ما رنا علماء الصوماليات مال كستو يفكر كستو إكسو جيدان هذا وين واقواس واحد دلا يقر حناية أنت إنك لنا وام بدأ سنة سياس دردد وحنو صورتك شيء إن هدا سيدي أو شيء مدع العام ك حوض أنو نبر جرين حوض مقلين حبضه ساس أقول الله مقدسه أيده الجو سقديه الحمد لله ثم الحمد لله waxaan leeyahay halaga tago taasubka qof walba ha ogaato maslaxada guud ee islaamka Soomaaliya maanta midnimo u baahan tahay halaga tago in lagu dhago hal wax waa isku baahan tahay umada culumadana waa indhihi umada inay midaysanadaan waa laga marmaan فلا بد من توحيد العلماء الأمة بحاجة إلى هذا سوماليا ما أنت دقالك كسعده ودقال أو كساب سن كوا بين أبو ريالة أو الدين كشقي سنة ما دام سيدا استهي وإن لهم دوبا علماء لن أهل جفا كسو جيستا تاسان أنا كدر دار مايا أنت أغير سنة هاي ووحي أن شيء لها أو كافتومي محايا لي عوضة حضلك دون رجيسة وابا انتاس وحكم مهم سن مجران امدين امدين سنتهي مركا مدونا سعونينا ديك لقذالة قذالة اجيت منا قذال قذال من نعم فعيش وحان لي هاي قدوميها اهنا الدوقة مقالة وحول لي هاي خبرة وين دولة ميالة بدن وقصو شقي مدة بدن وقصو شقي ناي دلك الدبا ديسان وقصو نالاضي قده نواج جوغا وحان لاي هاي دوقو دوقة مقالة مقدشو خبرة دا سنواد لاي دا هاي الحمد لله منصب كادا نواحي ستا مانتا كرنح شقي ومدى سوماليات علو مدى سوماليات وقت كاقا يا مال كاغا يا فكر كاغا كبحي ومدان عدو كسو الدولي مغا عدينيد واتو علو مدان مديسانا كورتي كرتو وان كفر حي مرقونا مرتقى هذي حالي وقت دنبو يسوه حي هداني أسيقون إيش شيئين مركا انتكو أركي علو مدان هدان وان سيفر حي الحمد لله رب العالمين تاسو حي شيئي سا انو ديار ايها رنتاس انو كشقي وانكا عطسانينا gudoomiye adiga oo mahadsan kuna tashanaya taageeradeena ee garab istaagidaada garab istaagideena inaad joogtayso kulminta culimada iyo dhiirigelinta kulamadooda waxaan ku soo gabagabeynayaa shirki sharafta lahaa oo meeshan ka dhacay oo culimada waaweyn adduunka iska timid oo magaca tasawufka wato ay ku qabteen Soomaaliya Soomaaliya wuxuu u yahay دافر وعوياي بركة محايا لي دليل أمبهنا مانتا عاوضا لبدي شيخ وكهذا شيء وكيل كأهد وحي كهد لين باهيدا لوقبا من نمذا أمدا مركز السيس تشجيعين شركة مركز بركة وها هدي ميلاه لوشيك شيخ جري وإزدقاشيهين وبين تلقائيا أيضا لقصوا فرسانين جوابته هريك بحشين
الحمد لله رب العالمين، لأن هذا ما في بطونهم وهي قرناي المجرد، هذا في صدرهم مركو حالي هاي قدوميها وما تسيني هاي انت نوتا غير تشركي انو قبصامو مسؤولي انت امنيك اوه ريان هيادها ورباه انت هي امد صوماليات وهير جوغان علمات هذا جزاكم الله خيرا إلهي وناك هذا كأبا المريو إن شاء الله تعالى وحرجيننا إن إساسك الأصان ونغطه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا، كان هذا فضيلة الشيخ الخليفة عبد القادر معلم نور محمد سياد وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الشافعي والأمين العام لمؤسسة معلم نور وراعي مؤتمر التصوف العالمي السابع. السادة الحضور، العلماء الأجلاء، الجمع الكريم، الآن الكلمة الأخيرة لمن؟ الكلمة الآن أدعو لتقديمها راعي هذا الحفل محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد عبد الرحمن عمر عثمان يريسو، فله التحية والتقدير. مركان واحد صور ويننا قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجالدة مقدشو مدن إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو ويساقو تابق ليي أسمي علمات دافاها دوليدا ككليمد عشادا شرفتا رنتي آدبان كغمها النقينا إن بضان وحلينا هاي جزاه الله خير إساقا أيان كوري جنيا مركان كدبنا شهدوين أيا مركا واحد لقدونسين دونا ضيوف البلاد مرتدا وضنك يقار كم إذا علم هذا الصومالية إن شاء الله، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الدولة مدحته يدا قليف عبد القادر مع النور محمد سياد المسؤولين تاع لوضق إن لجوغة حير إلاليها قود قرنك تليها أسلوب تاع علم هذا الصومالية وأنا ما أنت أكلهرين مسؤولين تودا يأدي علم هذا مجمعي لما مرت شرفته علم ماذا نوقت ميت ودماذا شيء لما كسوق بقرياشة يبعد صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي عارف رح أدوين بين نقطة هاي ما أمر قبل كبنادر إن إذا كعزونه مددي قبل نادي أجوكتنا وحنسلنا مقالة المقدشو فكر كأتقابتين الفكر كدوين أيام ما انتهي ستان أننا بعد ما وقت نيري هاي أن جعلان لهن تذبي تبان كدق ما بينا إذا مذقينو لكن بعد ما أنقونا إسان أيان عاوة حفلتان إسنري بل محوقها عاوة فراقة كلي لهي لكروا عاوة بل سدق دقا كجارسية سيدة استرادد وحن آدو قوم هاد علنيا ضمان أنت نقاق بشي عزو مدة ويقوه الرئيان علم ماذا عن ورالها النهي ويميد مقالة المقدشو إن أي شر كوقب صدان شر عالمي مقالة المقدشو لو قبتنا ودريم كرتان أهمية وقول لي هاي شعبك سومالي دي دلك أنا وكواد لي مقع شعبك قبل كبنادر عاصمته مقدشو وحان مركو هره اذن لايه هاي كسو دوادة مقالة مقدشو كسو دوادة دلكي سوماليا كسو دوادة مرايد دي دلكا كسو دوادة مقالة مقدشو او برسماتك هانجرتي مقالة اوغو امنيق بضان اوغو نظافة دا الدونك انت اسكدب علماء دا ايا آد اوغو هدلي دوركا علماء دا runtiina anaga maamul gobol hadaan nahay culimada ahmiyad gaar ah ay noo leeyihiin
وبلشدة دتك إسكو هاي أمد الصوماليات أمد الصومالياتنا مددها أن تضيل عتنك سنة لبك كجرتي عدك بتبادي سي وإستاكتي وعلماء الصوماليات إيو شعب كورنتي بقولك وبقول ضد مسلم ها دين تود أد وجعل مرك إنتاس أي نقطة هرت أتكيسجي إيو بتبادي دي دل كان إيو شعب كان بينه بتباده ما أنت وأن مرينا مرحلة كله كدول مرحلة دي كله وحب أنت هاي إن علماء إيو شعب كوسكاشنا يا إن جهاد كله لقوق هذا سدي كهان أرجع حسده مجلس كسو حري لها أو شعبكو أي أيهود وقتشان لهاين شعبك الصوماليات يعرورت هذه فرصة لسيو وحاموقتا إني يهين دتك دتك أقو في عن الدونك علماء هذا الشيء دي بداك يمن نواعي قرين سيدا أرضي دي أما محوها وحبراني سي سيدا قرانك أحفظين يقولون لقدي عربينا قولين taasna runtii Dr. Anis arintu aad uga hadlayna waa arin ahmiyadeedii leh Soomaaliye in la fahmana loo baahan yahay intaas kadib waxa markale idinku soo dhaweynaynaa magaalada Muqdisho waa magaaladii labaad fadlan ku soo noqda meesha aad ku noqotaan iyo shacabka u tagtaana waxa idinku codsanaynaa inaad fariin naga gaarsiisan oo shacabka Soomaaliyeed inay mar walba diyaar u yihiin إني محوها إسلام كان كر